المعلومات ينضم معنا عبر الهاتف مدير إعلام الأنواء الجوية سيد عامر الجابري. بداية مرحبا بك سيد عامر في حصاد هذه الليلة. يعني موجة ثلوج تضرب مناطق عدة من البلاد ومحافظتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بسبب ربما يعني الثلوج. ما المتوقع بالنسبة لدرجات الحرارة في بغداد وباقي المحافظات في الأيام المقبلة؟ تفضل. سيد الأعزاء السلام عليكم، أسعد الله مساءكم وأسعد الله مساء جميع مشاهدي قناة الرشيد الفضائية. فيما يخص تأثر البلاد خلال هذه الأيام، سبق أن نوهنا يوم 6/2 بأن يوم 8/2 سوف يكون هناك تأثر البلاد بمنخفض جبهوي قادم من شرق أوروبا الذي تشكل نتيجة الكتلتين الهوائيتين مختلفتين، أحداهما كانت باردة والأخرى يائسة. أكيد راح تصير بين الكتلتين بينهما فرق في درجات الحرارة ملحوظ. هذا التقرير كان يستمر إلى 4 أيام، من يوم السبت إلى مدة 4 أيام هذا التقرير. نعم. ويوم أمس أيضا كان عندنا تقرير ملحق بهذا التقرير الذي صدر يوم أمس حول موجة البرد التي تتعرض لها البلاد وفقا للتحديثات الخرائط الطقسية الأخيرة ليوم أمس، بأن البلاد تشهد بعض المناطق تساقط زخات مطر خفيفة مع احتمالية تساقط ثلوج ذلك ليلة الأحد والاثنين. ومن ضمن المناطق اللي كانت مشمولة في ليلة الأحد هي محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والرطبة والنخيل. وأما لهذا اليوم مساء هذا اليوم الاثنين كانت من ضمن المناطق اللي تشهد مناطق احتمالية تساقط أمطار وثلوج خفيفة، منها عكاشات، طريبيل، الحدودية، وزيت، حديثة، القام، بالإضافة إلى كربلاء والرطبة. هذه الموجة سيدنا العزيز تتقدم موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج باتجاه المناطق الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد، على المحتمل تكون العاصمة بغداد، ولكن أغلب المناطق اللي تأثرت بهذه موجة البرد المناطق الشمالية والمناطق الغربية، وتشمل المناطق التالية التي تأثر بهذا اليوم اثنين: الثلوجة، سامراء، تكريت، بعقوبة، الحلة، وواسط وعلي الغربي. هذه الموجة سوف تخف حدة تساقط الثلوج، يتحسن الطقس بعد الظهر من إن شاء الله نهاية يوم الثلاثاء والأربعاء مع استمرار الأجواء تبقى شديدة البرودة. نعم. وتوقع أن حصار الكتلة الجوية هذه إن شاء الله الكتلة الجوية الباردة تدريجيا مساء يوم الأربعاء، وبعدها بإذن تعالى تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي ويعود الطقس الشتوي المعتاد عليه يوم الخميس إن شاء الله. طيب سيد الجابري، يعني السؤال المطروح في الشارع العراقي. نعم. يعني متى تنتهي موجة البرد القارص هذه؟ يعني هل سنشهد المزيد منها؟ حقيقة نحن كبيانات كمعلومات عندنا كأنواع جوية هذه إن شاء الله يوم الخميس تنتهي، في حال إذا عاودت هذه من المحتمل تكرار مثل هكذا منخفض ويحمل معه انخفاض في درجاتها، لكن لا تنخفض مثل هكذا انخفاض ملحوظ، أي يكون انخفاض بحدود من درجتين إلى 4 درجات، يعني ما راح تجي نفس الشدة اللي نتعرض إحنا حاليا هذه، لأن إحنا نتذكر يمكن يوم 24 ذي الشهر و25/1 تعرضنا إلى نفس إلى منخفض ولكن أقل نسبة من شدة هذا المنخفض الذي يمر علينا حاليا، وإن شاء الله يوم الخميس اخر شيء راح ينخفض عندنا ان شاء الله الخميس، يعني يرجع الطقس اعتيادي ان شاء الله الجمعه والسبت ان شاء الله الامور يعني ترجع الى الصحو. حدثنا مدير اعلام الانواء الجويه سيد عامر الجابري عبر الهاتف، شكرا.